السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي أخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتي حسن تيرف وأخوكم فتي حسان نهاركم مبروك جمعة مباركة للجميع بالخير وبالتيسير وبالرباح وبكل ما كنتمنى إن شاء الله وخصوصا الصحة والعافية تحية جميع الأخوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن تحية لباغيوغ العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا كوم جو باس لو روميرسيامون أتولي باغيوغ دي موند كي نوز أونكوغاج تحية وترحيب ترحيب بالناس لي ضافو جداد القناة إناتا و دوكورا كنقولكم أهلا و سهلا و بكم وسط خواتاتكم و في قناة أصدقاء قناة الأهل و الأحباب القناة لي كنضحكو و وكان كنفوجو و كنشطو فيها القناة لي كنواسيو فيها بعضنا و نصيرو راحين مع بعضنا القناة لي كنستافدو فيها معنويا ومادياً. لأول مره غيشوف القناه ديالنا قناه فاتحه سنتير فعجبو المحتوى يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلو منا كل جديد في حينه تحيه الجاليه المغربيه من هذا المنبر على الدعم والتشجيع ديالهم كنقول شكرا على الدعم شكرا على التشجيع اينما حللتم وارتحلتم وجمعتكم مباركه ايبون كوسكوس بالصحه والراحه القصعه والبينه تحيه لجميع خوتي المغاربه اللي و ويشجعونا لكي كيعطيونا مشاهدات كيعطيونا لي لايك كيخليونا دي كومونتير كنقول شكرا لكم بزاف مزيدا من الدعم والتشجيع ديالكم للقناه وشكرا نتمنى الناس اللي غايبين على القناه خوت وخواتات انهم يكونوا كاملين بخير على خير ويكونوا في بصحه جيده ونتمنوا لهم ان شاء الله عوده القناة للقناه من باب الاطمئنان عليهم كيدينا الخوت لاباس عليكم نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده توحشناكم توحشنا اللقاء معكم توحشنا الدردشه معكم وتوحشنا الروح ديالكم والقلوب ديالكم الزينه شكرا لكم والله يلاقينا في ساعه زوينه ما تنسوش القناه رغم انها بعيده شي شويه يا ما معكم ما يعني ما كتتواصلش معكم بزاف إلا أن المعطيات في أغلب الأحيان كتكون زوينة لي فيديو أغلبية ديالهم زوينين أه كنتمنى أنكم تكونوا كتستفدوا معنا شي شوية بحال دوز أونز اللي كانت في الشونتيي اللي جا فيها الواحد والحداش والسبعة والتلاتة والستاش لاسيليكسيون كانت فيها لاريفي كتب النيجه دوزيام ديال لو طريز ما درنا فيها والو لان جا فيها ال14 15 ما كينوش عندنا بكل صراحه ولكن نجيو ديال البارح ديال لو 14 11 2024 اللي كانت فونتينو بلو اللي جات فيها 16 2 4 6 11 كانت عندنا لاريفي عاوتاني في لا سيكسيون ديالنا في سته الاخرين ديال لا سيكسيون لا ديرنيير ميني لا بواط نوار فيها ستة و الحداش و لي سيربريز كان فيهم لي سيبليمونتير عفوا كان فيهم ستاش و جوج التبني ديالنا خلاص ما جاش لو دوز مي لا سيليكسيون كيما قلت لكم كانت فيها لا ريفي ان ديزوردر لي دار تقريبا <تضحك> بريس كات درهم فيها لي بونيس كات لي دارو تلتميه و خمسين درهم لي بونيس تروا لي دارو ديسكو 100 درهم ولا كدا 150 ولا ما عقلتش فيها كذلك دي ديال التيرسي دي ديال الكوارتي يعني كانت معطيات زوينه دونك كنظن بان القناه ما كتبخل عليكم بوالو كدير جهدها من هاد المنبر كنحيي ليكيب ديالها ديال القناه على المجهودات ديالها وعلى المعطيات ديالها اللي كنقدمو لكم بكل صدق وبكل امل وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يجعلنا سبب ومفتاح ربح لكم وغنكونوا جد سعداء حنا ما واحد من جبنا هذا هو الشعار ديالنا الله يجيب اسمنا للجميع فقط كنطلب منكم دعم القناة باش تستمر وتبقى دائما معكم بصيمات دي منتظر شكرا واللي بغى يدير لنا البارطاج كذلك حفظه الله ورعاه ما ننساش من, من هذا المنبر نحيي ونشكر لي زابوني ديال لاشين على الثقه ديالهم بالدرجه الاولى وعلى الدعم ديالهم المادي والمعنوي للقناه كنقول لكم شكرا اللي حشمنا معكم ومع جميع المتتبعين والمشاهدين الكرام بالنسبه للابون مور التليفون كيدوز على الشاشه اللي انتريس يتصل بالقناه عبر الواتساب ومرحبا وغادي ندوزو دابا ان شاء الله الكانتي ديالنا ديال اليوم يوم الجمعة 15 11 2024 اللي غيكون في فينسان سوار اتونسيون او كورس دو نوير دو بال من السباقات الليلية رينيو ان كورس كات اطلي كورس دو فيتاس 2100 متر جروند بيست ديبار اوتو ستارت الاجنحة ديال السيارة سي دلا سوندري دي دير تيران غيكون بون ان شاء الله دا لاكورد اغوش 14 بارتون 14 جيل متبارين ديپارتمون كانز 8 و 4 د الليل بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل الحبيب بيه بمالي اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يحفظون ينجي يحفظ جميع المغاربه اينما حلوا وارتحلوا ويخلي بلادنا غزاله جميله مزهره ويخليها امنه باذن الله ويحفظنا الله سبحانه وتعالى ملكنا العزيز ويشافيه ويطول في عمره ان شاء الله الملاحظه الاولى عاديه كتقول لكم كورس الخطرة عاديه في المتناول لانديس ثمانية انديس لو ديفيكولتي ويت المؤشر 8 يعني الكورس راه في المتناول ولكن بما انها كورس ليليه حنا زدنا واحد النغيزه ودرنا ثمانية ونص تحسبا لاي طريق في الكورسه او ان كادو دي فايونس ممكن يكونو دي زوتسايدر دونك اردو البال بحال باريكزومبل 11 باريكزومبل داك 12 باريكزومبل داك 8 باريكزومبل داك 3 هادو دي دي زوتسايدر دونك شي واحد فيهم ولا جوج يتقليساو في لا ريبي او لا ريفي اون كادو دي فايونس ديال لي فافوري لان غتكون لا كونكورونس ما بين الواحد والخمسة والسبعة والتسعود والربعتاش هادو غاد تكون بيناتهم إن كونكيرونس غيتقاتلو على شكون لي غادي يكون في لاكومبينيزون غانيونت دونك إلا كانوا لي ديفايونس ديال هادو أو ديال شي تلاتة منهم ولا جوج منهم ولا ممكن يكونوا دي زوت سايدر و هادشي علاش زدنا داك النصيص لأن سين كورس دو نوي باش نقولو كاع تكون ساهلة ميه في المية. المؤشر تمنيا ما كنظنش دونك <hesitation> أه و لكن ماشي بعيد ماشي بعيد من الكورسة فيها لي بارتون قلال فيها واحد ثلاثة مشكوك في الأمر ديالهم بحال السيس بحال الديس بحال طريز مشكوك في الأمر ديالهم خصوصا داك السيس غير ايكارطيوه مي داك الديس و كي مشكوك في الأمر ديالهم

ما تنساوش البصيمه الله يجازيكم بخير باش نستمروا كان ممكن البارطاج لابونمون نوار التليفون كيدوز على الشاشه الاتصال بالقناه عبر الواتساب لا نوار ها هي كدوز على الشاشه اولا نقولوها ماشي مشكل دونك لا نوار لي كاتر نيميرو دو لا نوار ان سات دو كاط الارقام الاربعه للعلبه السوداء الخاصه بقناه فتحي حسن كالاتي واحد سبعه جوج اربعه la dernière minute de la chaîne, la 5, le cheval accompagné le 7, 7 le supplémentaire 2 et 4. Donc la dernière minute, le 5, 5 le cheval accompagné de le 7, 7 les supplémentaires de 4, juge لا ميثود دو جور جوج ديال الارقام هاد جوج الارقام هما 8 10 اذا 8 10 يجيو بجوج يجي واحد يما تشوفو حتى واحد على ريفي دونك 8 و 10 سوا 1 سوا 2 سوا اوكان على ريفي بما ان الكورس الليلية عودتكم القناه باش تعطيكم لا ميثود دو اللي كتكون من ثلاثه الارقام دونك إذا كانت الكورسه كما كنقولوا كحله راه تقدر تجيبهم بثلاثة كانت مويا تجيب جوج او واحد كانت عادية تقدر تجيب واحد او ما تجيب حتى شي واحد ساديبون ديرو الموند كورس كيفاش غادا تكون وخصوصا وان كاين لي بارطون قلال دونك لي تروا نيميرو دو ميثود دو نوي ويت اونز اي دوز يعني الارقام الثلاثة ديال الطريقة الليلية تمنية حداش تناش وهادو بثلاثة بهم

خمسة سبعة واحد جوج أربعة أربعتاش تسعود تلاتة لي شوفو سيربريز دو الأرقام المفاجأة د القناة تمنية شوشو أو الرقم الصغير لي كيكون تحت الأرقام المفاجأة لو أونز رقم 11 العود ديال التبني ديالنا راه كيدوز الشاشة راه في كيف ما العادة الملاحظه الاخيره كتقول لكم اخواني اخواتي محبي ومتتبعي القناه كتقول لكم ديروا البستيمان لاشين ديالكم متبخلوش عليها باش نستمروا واذا كان ممكن بارطاج وشكرا لابونمون على التليفون كيدوز على الشاشه الاتصال بالقناه عبر الواتساب دونك الملاحظه الاخيره كتقول لكم اريا سينيالي جا سويفي ريجيبو لا جاتو كارولا اوت غادي يجيبو دوزيام تروازيام تروا كات تروا غادي يجيبو اللعب بعيد غادي عندنا نويطه واحدة على لو ممكن يدير انت من لو. عندنا لي زونترينور اوبتيميست أه 5 9 7 اي 14 المدربين متفائلين بالنسبه للكورسه ديال هذه الليله هذه ديال هذه العشيه الجمعه المدربين متفائلين المدرب الواحد المدرب الخمسه المدرب ديال التسعود المدرب ديال السبعه والمدرب ديال 14 هذو المدربين متفائلين اللي عجباتو يلعبها 12 درهم هكا كيقشب بها <applause> <applause> وما نعرف فهمتي ما نعرف لان لكن الكورسه سهله راه هذيك هي لا على اي هادو لي زونترينور اوبتيميست او المدربين المتفائلين واحد خمسة تسعة سبعة ربعة طاش بغا يلعب اثناش درهم هاديك يلعبها بون با. كانت هادي هي المعطيات ديالنا ديال الكانتي ديال اليوم الجمعة خمسطاش حداش ربعة وعشرين فانسن صوار ما تبخلوش علينا الخوت والخواتات توحشناكم والله سيدي توحشنا اللقاء معكم نضحكو معكم شويه وفقكم الله الله يجيب لكم التيسير الله يجيبها سمينة للجميع الله يرزق الصحة والسلامة للجميع وما تنساوش البصيمة وما تنساوش البارطاج دي كومنتار زوينين وفقكم الله الجمعة مرة أخرى مباركة للجميع وإلى اللقاء تبارك الله عليكم